فيه دخلوا هذا وين دخل أصدقاء، واحد من ميلا واحد من جيجل، تسمى ما نعرفهم قربين، كانوا في معبر حدودي سيكيني عندهم ثاني 4 أيام هما موجودين ثم. قال لي دخلنا وقال لي بصح مازال الغاشي كثير كثير، قال لي كاين بصح تعبانين، قال لي كاين طالبات جزائرية تعبانين بزاف، تعلموا من المشي والبرد والثلج، قال لي تعبانين بزاف يعني. لكن مع المعبر دخول المعبر الحدودي راح يجدوا الفريق الطبي متكامل ان شاء الله يعني في العلاج والحمد لله، يعني نطمن كل العائلات اننا الحمد لله يا رب. على السيكيني على الاقل، على الاقل فاتت ال 150 ولا 200 واحد اللي لحقت على المعبر الحدودي السيكيني، لكن مازال هما 3 معابر كاينه، الاخرين ما عندي حتى معلومه. في نفس الوقت الاجراءات ثاني كنت نتواصل مع السفاره وكان يعيطوا لهم باش يستقبلونا زعما في اللي كان جزائريين ان شاء الله متطوعين.